واحده من الحاجات المهمه جدا برضو في الاجهزه الطبيه هي الايرث كونكشن. الايرث كونكشن حقيقه مفيده جدا جدا جدا، علشان لو في عندي اي ليكج داخل الجهاز نفسه الايرث كونكشن بتسحبها. يعني بيسكلي بيبقى عندي مثلا لو في ايرث كونكشن موجوده بالشكل ده كده، لو فرضا في عندي مالتيبل ديفايسز راكبين على البيشنت، يعني فرضا مركبين عليه اي سي جي وحاطين الكترو سيرجيكال يونت، يعني فرضا البيشنت ده موجود في غرفه عمليات بيعمل عمليه جراحيه، بيستعمل الطبيب الكترو سيرجيكال يونت عشان يقطع بيها عشان يعمل بيها العمليه الجراحيه، وفي اي سي جي علشان يقدر يبص على الفايتال ساينز بتاعت البيشنت. لو حصل اي ليكج بيمشي في طريق ان هو يروح على طول على الايرث، وكل ديفايس الليكج بتاعها بيمشي عن طريق الايرث بتاعها. فمعنى كده لو في ليكج هنا هيمشي كده في الالكترو سيرجيكال يونت، ولو في ليكج هنا هيمشي في السكه دي. لو حصل بروكن كونكشن، لو حصل ان في ايرث كونكشن في واحده من الاجهزه بقى فيها مشكله، بقى يحصل حاجه خطيره جدا، ان دلوقتي في الجهاز دوت ما بقاش فيه الجزء اللي بيودي من الجهاز نفسه للايرث. فاقرب حاجه علشان يقدر يوصل للايرث هتبقى من خلال البيشنت للاسف، نتيجه ان في الايرث كونكشن في الجهاز التاني موجوده، فهيبقى اقرب كونكشن للايرث ان هو يمشي من خلال البيشنت ومن خلال الجراوند بليت اللي بتتحط عندنا في الكترو سيرجيكال يونت، وتوصل منها عشان تخش مع الايرث مع الليكج كارن بتاع الكترو سيرجيكال يونت في الايرث بتاع الكترو سيرجيكال يونت. فده بيسبب ان في ليكج كارن زياده جدا 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 يمشي داخل البيشنت، ده ممكن يبقى فيه خطوره على حياته. فبالتالي الكونديشن ده بنسميه جراوند فولت، وده الحقيقه لازم نمنعه باي شكل. والحقيقه في بعض الديفايسز بتبقى حاجه زي ديتكتور كده بيديتكت يعني اذا كان في امبالانس بالنسبه للاطراف بتاعه الجهاز، يعني بيقدر يديتكت الجراوند فولت ويقدر ان هو يوقف حاجه زي كده. بس عموما احنا لازم نميك شور ان كل الاجهزه الطبيه متصله بالايرث اللي موجود في المستشفى بشكل افكتيف، يعني ما يبقاش في اي بروكن كونكشن خالص. طبعا احنا بنتكلم على ان احنا عندنا يعني الالاوبل فاليوز بتاعت الكارنت اللي احنا بنتكلم عليه، لو احنا بنتكلم على الليكج كارنت اللي ممكن يمشي ونقبله، الحقيقه بنتكلم على طبعا حسب نوع الجهاز وحسب الاكسسوار وحسب الحاجات دي كلها، يعني بنتكلم عامه على الدي سي بنتكلم على الكارنت يعني ما يزيدش عن مثلا 10 مايكرو امبير، يعني الرينج بتاعنا لما بنتكلم على الاوكسيلري سيركت بنتكلم على يعني بنتكلم مثلا في الليكج كارنت بنتكلم على 10 مايكرو امبير بالنسبه للدي سي، بالنسبه للاي سي 100 مايكرو امبير ما يزيدش عن كده. لما بنتكلم على يعني حسب بقى النوع نفسه الكلاسيفيكيشن بتاع الجهاز نفسه، لو هو مثلا تايب بي غير تايب بي اف غير تايب سي اف، حسب الكلاسيفيكيشن بتاع الجهاز احنا ممكن نقبل مثلا لغايه 500 مايكرو امبير، يعني بمعنى كده نص ملي امبير، which is يعتبر سيف، يعني يعتبر الى حد ما ما هواش خطير، لان احنا بنتكلم على 1 ملي امبير، ده ثريشولد اوف سنسيشن، يعني مجرد انك انت تحس ان في حاجه. فبنتكلم على ان احنا لو عندنا جهاز المفروض ان هو يتصمم ان هو ما يمشيش فيه ليكج كارنت للاي سي اكتر من كده باي حال من الاحوال. بنتكلم على مثلا يعني طبعا في عندنا احوال كتيره طبعا للكونديشنز اللي ممكن تحصل، وبنتكلم على الكونديشن هو بيبقى النورمال كونديشن نفسه الليكج كارنت بيبقى فيه حاجه معينه. السنجل فولت كونديشن لو بيكون في عندي جراوند فولت مثلا ويعني حصل بيبقى الكونديشن نفسه بيحصل يعني كارنت يمشي فيه يبقى قد ايه، فاحنا بنتكلم على الماكسيمم هو نص ملي امبير. الاحوال العاديه المفروض ما يزيدش ابدا باي حال من الاحوال عن 100 مايكرو امبير اللي هي 0.1 ملي امبير. اوكي، فطبعا احنا بنتكلم على حسب اذا كان مثلا في مالتيبل ديفايسز يبقى التوتال بتاعها ممكن يبقى اعلى شويه، بس برضو في كل الاحوال لو شفنا التيبل كله حتى لو في سنجل فول كونديشن بنتكلم على في يعني اقصى حاجه لما يكون عندنا مالتيبل ديفايسز بيعملوا ليكج كلهم الماكسيمم بتاعهم ما يزيدش عن 1 ملي امبير باي حال من الاحوال. في عندنا اجهزه الحقيقه بتقدر تقيس لنا الكلام ده ونقدر نتست بيها الاجهزه الطبيه، ودي لازم الحقيقه تتعمل بصفه دوريه علشان نتاكد من ان الجهاز يعتبر سيف من ناحيه الالكتريكال.